ما هو نفس الكابتن نفس الموقف اتكرر مثلا في هدف والتر برضو كان في هدف والتر بوالي. في ناس يعني انا تاني هرجع حتى لو انا ما عنديش فار انا معلش عشان انا يمكن لعبت في اوروبا وعارف الحكام في اوروبا بيحكموا ازاي والكوره ازاي في اوروبا. انا بالنسبه لي هدف ايمن اشرف هدف صحيح لو في الدوري الانجليزي وفي حكم انجليزي طلع قال كده الهدف 100%. لو في الدوري الالماني الجول بتاع والتر برضو هدف 100%. لان انا مش شايف حتى لو في موضوع لو في احتكاك ما كره القدم ما لازم يكون في احتكاك في كره القدم. احنا دي كوره يعني دي لعبه فيها احتكاك وفيها تعان وفيها يعني الكلام دوت. لو بقى خلاص احنا بنلعب سوفت بقى يعني اللي يلمسني ببقى فاول الموضوع مختلف يا كابتن حتى في اوروبا يعني. بص يا كابتن هاني زي ما قلت هي مشكله هدف كمان ده في مشكله هقول لك عليها. هو على فكره الجهات صفر على المخالفه وطبقا للبروتوكول انا من وجهه نظري بقول اهو انك انت ما تصفرش. برافو عليك. طب انت بتطلب الحكم المساعد هنا بقى كده يعني هات لنا الكره عادي زي لا لا ما نجيبهاش هاتها العاديه هاتها العاديه يعني انا حتى هنا الكره جول الكره جول 100% وقعت من شريف ولا حطها وبعدين ما كانش ولا ما لمس شريف ولا وحتى لو طالع معاه كتف في كتف ده مش فاول يعني برضو الموضوع مختلف شويه. انا بتكلم من خلال خبرتي ان انا لعبت في الدوري الالماني ولعبت ماتشات كتيره جدا على مستوى الشامبيونز ليج على مستوى لعبت فرق توتنهام. انا بس كنت انا عاوز اجيب لعبه ثانيه كابتن هاني بس بعد انا عايز اشوف فيات صفر انت الصوره يعني هات لي اللعبه كده من اول يعني عايز اذن حضرتك تجيبها لي. هو جهات صفر امتى لو انت بس تجيب بس اوف بس هنا جهات صفر. طيب نقف تاني بس هو صفر هنا اول صفر ما وقعت من ايد شريف. كابتن دي نقطه مهمه هنتكلم فيها بس قبل ما نتكلم في اللعبه ونحكي فيها انا بقول للحكم المساعد لما بيكون فيه هجوم وهجمه هنقف بس عن يعني خليك واقف هنا خليك واقف هنا هو الحكم المساعد بتبقى فيه هجوم او فيه لاعب في موقف تسلل صعبه الحاله بنقول لك من فضلك اعمل دليل القرار طالما الكره رايحه ممكن يجي منها جون. ليه؟ لانك انت ممكن ترفع وتقتل اللعبه والحكم هيصفر معاك وبالتالي تحرم الفريق من هدف صحيح. ده حقيقي الكلام ده احنا بنقوله لحكامنا المساعدين. نفس الشيء بنقوله لحكم المباراه لما يكون فيه هجوم زي ده وهجمه من المتوقع ممكن يجي منها هدف اخر القرار او الصفاره شويه صح ومش هتخسر حاجه يعني ده احنا قلنا ده انت معاك الفار مظبوط حتى لو انت عندك القرار بعد ما الهدف بيجي خد قرارك ان كان في مخالفه او خد قرارك باحتساب الهدف كده كده مش هيستأنف اللعب يا كابتن هاني الا لما الفار يقول لك يعني انت يعني برضه في اللقطه ديت الكابتن جهاد جريشه يعني اتسرع شويه وصفر. انا بقول جهاد وانت حكم كبير جهاد وهو حتى الكلام ده بيتقال للحكام الدوليين في جميع التجمعات اللي موجوده لو في هجوم اخر. انا افتكر كان في حكم كابتن هنا مره رفع بدري الحكم المساعد رفع ده في ماتش افريقي وكان تقريبا الحكم اخر صفارته على الرغم المساعد كان رافع واخر صفارته الكره جت هدف واحتكم للفار الحكم المساعد طلع غلط وما كانش فعلا اوفسايد ما كانش فيه تسلل ولما راحوا الفار اكد ان الهدف هدف صحيح وبالتالي هنا لو كان الحكم صفر كان مع الحكم المساعد كان بقت مشكله. انا في هذه الحاله بقول جهاد حكم يعني يمكن اكتر حكم في مصر خدت ثقافه تحكيميه وخدت قانون وخدت ماتيريال وخدت حاجات كتيره جدا جدا ما حدش خدها في مصر قدك. هذه الحاله حتى لو انت شايف ان هناك مخالفه في هذه الحاله المخالفه واللعبه في السته يارده يعني هتنزل تيكي جون مش هتاخد حتى خمس ثواني. ما كان يجب عليك انك انت تطلق صفارتك وتوقف اللعب. هنا الفار ما يتدخلش كابتن هاني. ما يتدخلش. خالص. الفار بيتدخل امتى؟ احنا قلنا لما بيجي هدف الفار بيعمل تشيك عليه. هو لما انت صفرت حضرتك وقفت اللعب. خلاص انت اديت صفاره وقفت اللعب. يعني هو دلوقتي لو كان الهدف دخل وصفر انه فاول كان ممكن الفار يدخل. الفار يدخل بقى. لكن هو صفر قبل ما يحطه. انت قتلت اللعبه لما صفرت. الفار قبل ما يجي. بالظبط. مظبط بالظبط. بالظبط كده. فانا بقول لجهاد وبقول لكل حكام من خلال قناه النادي الاهلي المحترمه تاني والله احنا ما بنهاجم حد.